الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقدم إيضاحات حول قراءة فواتير الاستهلاك وتعلن الشروع في استغلال محطة بوشمة خلال جوان القادم. أعوان القطاع الصحي يبدأون غدا سلسلة من التحركات الاحتجاجية بيوم غضب أمام وزارة الصحة وإضراب عام في 28 من هذا الشهر. ميركل تشدد على ضرورة إقامة مناطق إيواء آمنة للاجئين السوريين في تركيا، وأوغلو يطالبها بالإيفاء بالتزاماتها. نشرة الظهر للأخبار، أهلا بكم. خلال يوم مفتوح نظمته وزارة الطاقة والمناجم والشركة التونسية للكهرباء والغاز في المونستير، تمت الدعوة إلى التقليص في أجل الربط بالشبكة الكهربائية من 60 إلى 30 يوما بداية من السنة الجارية. هذا وتعقد الوزارة اجتماعا خلال الأسبوع المقبل لبحث مصادر الإنتاج من الكهرباء والطاقات المتجددة والغاز الصخري، باعتبار أن إنتاج الكهرباء بات مسألة ملحة في تونس. وصفها البعض باللغز، وأكد البعض الآخر عجزه عن فك رموزها وما تحويه من مفردات على غرار المجموع الجزئي ومجموع الخدمات. هي فاتورة الكهرباء والغاز التي لطالما كانت مصدر شكاوى التونسيين، وقد كان عدم وضوحها وصعوبة قراءتها أحد المواضيع التي استعرضت خلال يوم مفتوح حول خدمات الكهرباء والغاز الواقع والانتظارات. الفاتورة مش واضحة وسهل قراءتها، إن شاء الله هذا نعمله مجهود كبير أنه تكون، وهي الحقيقة بدت الآن الشركة وفما فيديو موجود على الموقع ويتداول على الانترنت لتوضيح وتفسير فاتورة ستيك. نقرأ مع بعضنا الفاتورة. إدراج هذا الفيديو التوضيحي يأتي في إطار سعي الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تحسين نوعية الخدمات المسداة لحرفائها الذين يتجاوز عددهم 3 ملايين، ولتلافي الشكاوى المتعلقة بالانقطاعات المتتالية للكهرباء في فصل الصيف. بدأت الشركة استعداداتها لموسم الذروة الذي يتوقع أن تبلغ فيه نسبة الاستهلاك 3900 ميجاوات. باش نزيدوا زوز توربينات غازية لمجابهة الذروة اللي هي تجيب بصفة عامة في جويلية أو في أوت، وبطبيعة الحال عندنا كل منظومة الصيانة، دونك عندنا منظومة صيانة خاصة قبل الذروة وهي تبدأ من تأخر الذروة العام للعام الآخر نبدأ فيها. من المنتظر أن تدخل محطة بوشمة لتوليد الكهرباء في ولاية جابس حيز الإنتاج في موفى شهر جوان المقبل بطاقة إنتاج تقدر ب 250 ميجاوات، وذلك بعد تركيز وحدتين إضافيتين بها، ما سيساهم في تلبية حاجيات البلاد من الكهرباء. تحركات احتجاجية في قطاع الصحة تتجه نحو التصعيد بإقرار تنفيذ إضراب عام في 28 من أبريل الجاري. ووفقا لمصادر مسؤولة في الاتحاد العام التونسي للشغل، فإن هذه التحركات تنطلق غدا بما وصف بيوم غضب سينفذ أمام مقر وزارة الصحة، على خلفية ما اعتبره عثمان الجلولي كاتب عام جامعة الصحة في اتصال هاتفي مع قسم الأخبار عدم تطبيق الاتفاقيات بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف، وعلى خلفية المطالبة بفتح ملفات الفساد والتنديد بما اعتبره ضربا للحق النقابي والتمسك بمدنية تسيير المرفق العمومي. الدورات التكوينية هي وسائط بين الجامعة وسوق الشغل، وعبرها يتسنى لطالبي الشغل التدرب للانفتاح على الفضاءات الشغلية، وعبر هذه الدورات أيضا للمشغلين فرصة صقل مواهب المنتدبين الجدد والتعرف على ما يتمتعون به من مهارات. بين أبواب الجامعة وبوابة سوق الشغل طريق محفوفة بمجهود إضافي أصبح إتقان التواصل فيه أحد أبرز محاور الدورات التدريبية. أكيد معناها فما حاجات تتعلمهم كيفاش تبريزونتي روحك في أنتروتيان، كيفاش تعمل السي في متاعك، كيفاش أنت تظهر لك المهارات متاعك والتكوين متاعك أنت
السيدة اليوم لك في الانترتيان. أصبحنا نلوجوا على مهارات تواصلية خاصة وما يعبر عليه بالسافوار إتر. اليوم ما يتعلموش، ما يتطور في الشخص، وباش يتطور يتطور بدورات تكوينية. وقت اللي نعملوا الانترتيان عند الانتداب يظهر الفرق ما بين الإنسان اللي معناها عمل دورات تكوينية واكتسب مهارات جديدة، خاصة من جانب السلوكي وطريقة التعامل وطريقة إيصال المعلومة في الوقت المناسب. الصنف الآخر من الدورات التكوينية يعنى به خريجو الاختصاصات صعبة الاندماج في سوق الشغل، تمكنهم من مهارات أخرى تفتح لهم أفاقا جديدة وحظا أوفر. الاختصاص نتاعي كان بالأساس في مادة المحاسبة، بينما الآن نشتغل في ميدان الموارد البشرية. الدورات التكوينية نشوفها لازمة، لأنه ديما هي تم إضافة وسق المواهب، لأنه المعلومات اللي نكتسبوها في الكليات والمدارس تكون ناقصة التكوين المهني. ويبقى سوق الشغل مفتوحا بدوره على المستجدات التقنية، مما يستوجب تكوينا مستمرا يؤمن البقاء للمؤسسة ضمن خارطة الانتاج والتشغيل. وفي الأخبار العربية والدولية، وخلال زيارة إلى أحد المخيمات على الحدود التركية السورية، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إقامة مناطق آمنة لإيواء اللاجئين الفارين من القتال السوري، فيما طالب رئيس الوزراء التركي داود أوغلو الاتحاد الأوروبي بتنفيذ التزاماته تجاه تركيا بعد تنفيذها لاتفاق إيواء اللاجئين السوريين. في مسعى جديد لكبح تدفق اللاجئين السوريين على دول الاتحاد الأوروبي، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها تسعى إلى إقامة مناطق آمنة لإيواء الفارين من النزاع السوري، وهي الفكرة التي تبنتها تركيا طويلا في مواجهة حذر الأمم المتحدة. ودعت ميركل في مؤتمر صحفي بمدينة غازي عنتاب التركية، حيث تفقدت أحد مخيمات اللاجئين هناك، دعت إلى ضمان مستوى معقول من الأمن في تلك المناطق، مشيدة بالخطوات التي أقدمت عليها الحكومة التركية، وهي البدء في منح أذونات عمل للاجئين السوريين لضمان ظروف عيش أفضل لهم. من جهته، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الذي رافق ومجموعة من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ميركل في هذه الزيارة، اعتبر أن الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي مع تركيا حول التصدي لسيل المهاجرين بدأ يؤتي أكله من خلال الانخفاض الحاد في عدد المهاجرين غير الشرعيين، مشيدا بموقف تركيا التي عدها مثالا عالميا يحتذى به. رئيس الوزراء التركي داود أوغلو أكد أيضا انخفاض أعداد المهاجرين، ما يشير إلى نجاعات الآلية التي مضت فيها بلاده على حد قوله، مطالبا في المقابل بضرورة تنفيذ الاتحاد الأوروبي لالتزاماته المتفق عليها، وخاصة منها إعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرة الأوروبية وتطبيق اتفاقية إعادة القبول. اليوم وبعد قرابة 5 أشهر من بدء العمل نلحظ أننا حققنا الكثير، ففي شهر نوفمبر كان عدد المهاجرين غير الشرعيين يقارب 6000 شخص يوميا، وقد انخفض إلى النصف في شهر جانفي، وأصبح في شهر مارس 870 مهاجرا، ثم انخفض إلى 130 في شهر أبريل. وللتذكير، فإن هذا الاتفاق الذي شككت عدة أطراف في إمكانية تطبيقه يلزم تركيا ب 72 شرطا حتى تحصل على شرط إسقاط تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. في السودان، أثبتت نتائج الاستفتاء في دارفور رغبة المقترعين في الإبقاء على الإقليم مقسما إلى 5 ولايات، ما يزيد من تغذية الانقسام والصراع الدائري منذ 2000 في هذا الإقليم. اختار المقترعون في إقليم دارفور السوداني الحفاظ على تقسيم إقليمهم إلى 5 ولايات وفق ما أعلنته مفوضية الاستفتاء في مؤتمر صحفي، وبذلك يرفض سكان الإقليم الدعوات المتكررة المنادية بتوحيد الإقليم الغربي الذي مزقته الحرب. الأصوات الصحيحة لخيار الولايات عدد 3,081,976 بنسبة 97.72%. نعلن أن الخيار الفائز في هذا الاستفتاء هو خيار الولايات.
الاستفتاء انتقده المجتمع الدولي رغم أنه تم تحت رقابة الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وقاطعته المعارضة الرئيسية وفق ما أعلنته مفوضية الاستفتاء. فقد كانت المعارضة السودانية تنادي بأن تقسيم الإقليم إلى 3 ولايات ثم إلى 5 ولايات تسبب في إحكام سيطرة الخرطوم على دارفور وباندلاع الصراع في الإقليم منذ سنة 2000. واتهمت جماعتان معارضتان الحكومة بالتلاعب بالأصوات لصالحها لإبقاء دارفور إقليما مقسما لعدة ولايات، داعية أنصارها إلى مقاطعة الاستفتاء ومحذرة من أنه قد يقود إلى مزيد من العنف. وفي وقت ساند فيه عمر البشير الذي يرأس حزب المؤتمر الوطني الحاكم خيار الولايات 5 ويشدد أن إجراءه هو التزام باتفاق الدوحة للسلام الذي وقعه سابقا مع المعارضة، عبرت واشنطن عن قلقها ابان ظهور نتائج الاستفتاء، وقالت إن إجراءه في ظل القوانين والأوضاع الحالية لا يمكن أن يكون مصدر ثقة للمقترعين. بعد الجدل الذي أثارته زيارته لبريطانيا لإثنائها عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم حليفته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وفي هذه الزيارة التي تعتبر الأخيرة في مدته الرئاسية، يعمل أوباما على دفع محادثات اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، وهي اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقد حاول أوباما في زيارته للندن إثناء البريطانيين عن الخروج من الوحدة الأوروبية موضوع الاستفتاء المصيري الذي من شأنه أن يحدث هزة في الاقتصاد العالمي. كما حذر أوباما بريطانيا من أنها قد تجد نفسها في نهاية الصف على حد قوله عند توقيع اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة إذا تركت الاتحاد الأوروبي. من جديد، تثير التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية مخاوف الدول الغربية، فقد دعت فرنسا شركائها الأوروبيين إلى فرض عقوبات إضافية ضد بيونغ يانغ بعد قيامها بتجربة إطلاق صاروخ باليستي. ووصف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية هذه الخطوة بالانتهاك لقرارات مجلس الأمن، كما أكد أن بلاده تطالب برد قوي يوقف ما وصفه بالاستفزازات الكورية. وكان زعيم الكوري كيم جونغ أون قد قال إن عملية إطلاق صاروخ باليستي بحر أرض من غواصة قد تمت أمس بنجاح. في الصين، جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية إنذارا لمواجهة العواصف القوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة التي بلغ معدله طولها 100 ملم في بعض المناطق. ووفق المركز الوطني، فإن الأمطار ستواصل اجتياحها للمناطق الجنوبية بشكل متكرر خلال الأيام المتبقية من هذا الشهر، ومن المنتظر حدوث سيول جبلية وانهيارات طينية وانزلاقات أرضية في مناطق متفرقة من البلاد. في أخبار الرياضة، تدور عشية اليوم الدفعة الثانية من مباريات الجولة 23 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ويحل فريق القوافل الرياضية بقفصة ضيفا على النادي الإفريقي في أولمبي رادس، فيما يستقبل اتحاد بن قردان نجم المتلوي ويواجه مستقبل القصرين ضيفه الملعب الجابسي، ويلاقي أولمبيك سيدي بوزيد النجم الساحلي بينما يواجه النادي صفاقسي شبيبة القيروان. وفي كرة القدم العالمية، اعتلى سبورتينغ لشبونة صدارة ترتيب البطولة البرتغالية، وابتعد كلوب بروج في صدارة الدرجة الأولى البلجيكية، فيما بلغ مانشستر يونايتد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. انتزع سبورتينغ لشبونة فوزا مهما في سباقه نحو لقب الدرجة الأولى البرتغالية من خلال ثنائية نظيفة أمام ضيفه يونيو ماديرا لينفرد مؤقتا بصدارة المسابقة في افتتاح الجولة 31، رافعا رصيده إلى 77 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بنفيكا الذي سيحل الليلة ضيفا ثقيل الظل على ملعب الأركوس معقل ريو آفي. وبخماسية نظيفة في شباك ضيفه زولتا وارغام، ابتعد كلوب بروج ب 64 نقطة في صدارة البطولة البلجيكية ليضيف 3 نقاط أخرى في سعيه نحو اللقب وضمان مقعد أوروبي في النسخة القادمة من أمجد الكؤوس، بعد أن خاض مواجهته الرابعة من جملة 6 متبقية في المرحلة التأهيلية القارية المزدوجة، إلى جانب كل من أندرلاخت وجينك وجينت وأوستاندي وزولتا وارغام متذيل ترتيب التصفيات بنقطة واحدة، فيما رابع كلوب بروج رصيده إلى 9 نقاط وبفارق نقطة عن أندرلاخت المتصدر.
وإلى إنجلترا، حيث بلغ مانشستر يونايتد نهائي مسابقة كأس الاتحاد بعد الفوز بهدفين لهدف على مضيف إيفرتون في اللقاء الذي جمعهما بملعب ويمبلي. وكان مروان فيلاني منح التقدم لمان يونايتد منذ الدقيقة 34، وما حلول الدقيقة 57 صد الحارس الإسباني ديفيد ديخيا ركلة جزاء روميلو لوكاكو، محافظا بذلك على تقدم فريقه. غير أن زميله كريس مولينغ منح التعادل بالخطأ لإيفرتون في الدقيقة 75 قبل أن يتمكن الفرنسي أنتوني مارسيال من إحراز هدف الفوز للمان يونايتد في الوقت المحتسب بدل الضائع، منحا فريقه ورقة تأهل وأمل نيل لقب غائب منذ عام 2000. عودة لتونس. وفي صفاقس اجتمعت الرياضة والفن في تظاهرة لمة البحر فرهيدة العائلة تحت شعار رياضيون ومبدعون من أجل الوطن، تظاهرة أثثتها أنشطة موسيقية وثقافية ورياضية متنوعة شارك فيها الصغار والكبار. على شاطئ تبرر لحظات للتأمل وممارسة الرياضة والموسيقى وفسحة للترويح عن النفس. هنا البحر يجمع العائلات في تظاهرة هي لمة البحر فرهيدة العائلة. ربيع طقس باهي تقسمها، المهم إن شاء الله كل ديما تقدمها كي نظيفة ويخليوا العائلات يدخلوا لهنا للبلاصة هذه. ما خسارة البلايس مش برشا، استغلينا الفرصة هذه في الانونس في المركب الشبابي وجبت الصغيرات حضرنا رواحنا الصباح وجينا. التظاهرة هذه في حد ذاتها هي فريدة العائلة، وإن شاء الله نكونوا المستوى يترقى أكثر، أنه باش نكونوا شعب أكثر يدخل المنطقة هذه. هي مشروع تبرورة، حلمنا الوحيد في صفاقس أنه يكون مشروع تبرورة في أقرب الأجيال إن شاء الله. تظاهرة لمة البحر فرهيدة العائلة تحت شعار رياضيون ومبدعون من أجل الوطن اختارت أن تنفتح على هذا الفضاء وأن تستمد من الرياضة والفن أبعادا أخرى. أولا البرنامج الوطني للتصدي للإرهاب، نحن شباب حماة الحماة، وثانيا معناها هذه محاولة من المندوبين الانفتاح مع النسيج الجمعياتي واستغلال الفضاءات العامة الموجودة في صفاقس على غرار شاطئ تبرورة. يخرج الشاب من الإطار الضيق إلى إطار واسع، إطار جمعياتي، إطار وطني، إن شاء الله نوفق في أن نقدم الوطني الوظيفة هذه، وإن شاء الله نكون عون للشباب متاعنا باش يحبوا البلاد. مشروع تبرورة هو حلم أهالي مدينة صفاقس، وهذه التظاهرة دليل على إمكانية تحويل المكان إلى فضاء عائلي تمارس فيه الأنشطة الرياضية والثقافية شرط استكمال إنجاز هذا المشروع. في الختام إليكم تذكيرا بالعنوان. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقدم إيضاحات حول قراءة فواتير الاستهلاك وتعلن الشروع في استغلال محطة بوشمة خلال جوان القادم. أعوان القطاع الصحي يبدأون غدا سلسلة من التحركات الاحتجاجية بيوم غضب أمام وزارة الصحة وإضراب عام في 28 من هذا الشهر. ميركل تشدد على ضرورة إقامة مناطق إيواء آمنة للاجئين السوريين في تركيا، وأوغلو يطالبها بالإيفاء بالتزاماتها. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.